بركاته معكم مع عزيزي قناه عملاق الالعاب. النهارده هنختم الحلقه الاولى من لعبه فزاج، مش عارف انا طلعت صح ولا لا. نبدا الحلقه وبسم الله. معلش انا كنت مش عامل في سكام في الالعاب اللي قبل كده وبتاع، عشان النضاره جالها فينش كومباك، فان شاء الله كده نجيب نضاره تانية او نعمل النضاره دي في يوم سهل. لعبة فزاج لعبة رعب نفسي ونفسيات وحاجات زي كده. معلش يا جماعة، ان شاء الله لعبة كنترول حملها والعبها بس عشان المساحة بس. وقت شوية يا ملك. وقت شوية يا ملك. ست رصات في دماغك وريح. ان شاء الله في حاجة هعملها في الصوت، يعني ممكن تكون في الحلقة التانية من اللعبة هقدر اظبط بيها الصوت. انا بقدر اظبطها على قد ما اقدر يعني. يا ترى فيزاج مخبي لنا ايه؟ انتوا مع الكرسي؟ يلا بقى طخ نفسك. طب ليه يعني؟ ايه؟ انت اقتل الست المسكينة الغلبانة. وبنت كمان صغيرة، ده انت مفتري بس كده. في سيج فيزاجي شكلك هتفزجينا، شكلها عامله زيها بس انت ولا ايه؟ شموعات ماشي. في حاجة؟ مفيش حاجة. ماشي، لا يوجد شيء. مش دعوة بالحاجات دي، مش تبعنا. هلو؟ مش هسيب. I'm getting a bit worried.
مع السلامة يا أختي. يمكنك وضع الشموع، ربنا يستر لو فيها شموع كده. فينا حاجة؟ مفيش. فينا حاجة؟ مفيش. الباب مغلق. يمكنك وضع الشموع من الشموع. متخلف يعني ولا ايه؟ مش فاهم. بس هنا تحرك اولها اولها. بابا اولها نخرج اتختم اتسو بروبلي. انت اهي نورتها. بدأ مغلق السلون. مش حاجة نور بيها. ما قم سنين هو النبي حبيبي احسن. سناني بايظه خالص. اللي طفى النور انه البابون. انه البابون يا سادة. ليس في شيء. فيش هنا. ها؟ طب احنا مش لاقيين الشمع ده عشان نحطه. فيش اي زرار اي كهربا. احنا ماشيين عك ربك يفك. كانك وضع الشموع. فين الشموع؟ شيء حي. نسمع صوت حاجة.
مقفول برضه. بتهيألي اللندن دي بتتاخد متاخدش. مفيش أي أزرار. أيوه فين اللي أنا خدته ده؟ ايه ده نور قاد كويس. انا خمنت ان النور هنا يعني. متفتكرنيش مش خمنتش. دخلنا هنا ايوه كده. هاي إذا دبدوب جزء لوسي. إذا دبدوب أنت دبدوبي. إذا مش ده اللي في فيلم توي ستوري لاتسو. أنت لاتسوسي. مفتوح مفتوح. مين اللي بيخبط؟ ربنا يستر. خلينا نلعب اللعبة دي. ايه ده كزلتشو سام في لاتس شوف لاتس جو كده يعني. مفيش أي حاجة. شمعة حتى زواجية مفك. لاتس حبيبي تتراجل طيب أوي. كتخرتك حلو أعوذ بالله. ده لاتس خنفسة. الباب اتقفل عليا. مبروك. طب انا قاعد نخبط لبعض ولا ايه؟ مش فاهم. باب اتفتح. يا سلام. شمعة. فين الشمعة المنورة؟ ايه ده انا مفتش الباب. ايه ده الباب تاني. زور زور نور ان شاء الله. ايه ده الباب ده اتفتح. انه تلفاز. طب اتقفل خالص.
بسم الله الرحمن الرحيم. ليلى فتاح. طب ماشي اهو اهو ده بفتح. سلام عليا. بتاع دم دم كحل. طب انا يعني مش فاهم. كده انا فهمت الحمد لله. مش شايف حاجة. ايوه ما شاء الله. برضك ضلمة فينا كويس. لا انا مشكله مش هلعب اللعبه دي تاني. لا ايه ده في صوت. صوت واحده مع ايه ده. ايه ده ايه ده قداحة شموعة. ايه ده كل بينا نوم شيء يا ابوي. في حاجة على الأرض. بيوطي يحقنا يا ابوي. نقم مطرقة. ايش مطرقة لك؟ اهو 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 والله اهو. في صوت يا رحمن جبت قفاية. آه! Thank you.
يا قلبي. لو مت تاني هنهي الحلقة دي عشان اتخنقت. ليتسيو حبيبي بتاعش الجواب بقى، لا خليك ولع، ما يجيلي مغص في النغص، مدخلناش هنا قبل كده ولا ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، السورة بنت ال انت في حاجة من ورا تحت. ايه ده؟ دبدوب لاتسو بس ما بيجيش، لاتسو تاني، ايه حكاية اللاتسويات دي؟ أهلا وسهلا بند يا باشا. دب ولا أنا مش عارف ايه حكاية الدباديب دي. كن بيحب الدباديب دب 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 دب. يا نهار أبيض كل دي دباديب. اطلع يا ولدي. يا دي الدباديب نهار بيت كل دي صور. مكتوب ايه ده؟ مفتاح. شكل كأنه كده عكر عكر. يمكن إذا مفتاحهم خدي حقنة بس من ده. لا تسي حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. ميسي مين؟ أنا تقفل عليا ال أنت يا مشكل عكر. إيه ده أنا بطول ولا إيه؟ شكلي
ميسي 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 ميسي. طب انا اقول ابو تريكا ابو تريكا ابو تريكا. بسم الله الرحمن الرحيم. ابو تريكا تريك بركة. بسم الله الرحمن الرحيم. في نمسي جاءت تم الغرفة بنت اللذينة دي. خلينا الحلقة دي المرة الجاية نشوف ايه هنعمل ايه. في تسييف؟ اه ماشي. وبكده نبقى ختمنا الحلقة الأولى وانتظرونا إن شاء الله في الحلقة الثانية. ويا جماعة يا ريت يعني تصوتوا اللي عاجبه اللعبة يقول لنا يعني قول لنا ايه رايه في اللعبه وكده يعني. معلش يا جماعه في العاب انا مش قادر اقفلها بالفيس كام عشان بامانه حاجه تخنق شويه. واللي عنده اي استفسار يحطه في الكومنت اسفل الفيديو. يلا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.